في الفترة الحالية معظم الناس او كلهم عارفين ازاي يتعلموا برمجة، سواء بيتعلموا لوحدهم او بيتعلموا من الكورسات، لكن المشكلة ان معظم الناس بتواجههم عقبات ومشاكل وهم بيتعلموا في البرمجة فما بيكملوش، وبالتالي بتلاقي مثلا لو 10 دخلوا اخدوا نفس الكورس واحد بس اللي بيكمل الكورس للاخر، والواحد ده ممكن كمان بعد كده ما يشتغلش. ففي الفيديو دوت هنكلمكم عن اهم الحاجات واهم العقبات اللي ممكن الواحد تواجهه وهو بيتعلم برمجة، وايه الحلول اللي ممكن الواحد يحلها بيها علشان يكمل رحلة البرمجة بتاعته للآخر بدون أي عقبات. وأنا بقول لكم إحنا، لأن أنا في الفيديو دوت مش هعمله لوحدي، لا ده أنا هجيب واحد صاحبي هستضيفه، وصاحبي دوت ليه باع طويل في البرمجة أكتر مني حتى، أنا بستشيره في حاجات وأنا بشتغل، قطع شوط كبير في البرمجة، وكمان واخد البرمجة تعليم ذاتي، مش زي دخل كلية ودرس في الجامعة، لا هو متعلم من الصفر لوحده، ومجال دراسته بعيد خالص عن مجال البرمجة. هخليكم بقى هو يحكي لكم أكتر عن المجال اللي هو شغال فيه وإيه قصة حياته بشكل عام. يلا بينا نلبس السماعه ونشوف هيقول لنا ايه. في الاول انا اسمي احمد عوده، المفروض ان انا دلوقتي شغال فول ستاك ديفلوبر. بدأ الموضوع ازاي؟ انا كنت في مجال بعيد خالص عن الديفلوبمنت، انا كنت في كليه طب بشري جامعه المنصوره، وبعدين المفروض ان انا يعني ما لقيتش شغفي فيها فسبتها وحولت كليه تانية، وعشان انا كنت علم علوم ما كانش ينفع ان انا احول حاسبات ومعلومات من علم علوم، كان هي حاجه واحده بس اللي هي حاسبات طبيه دي في جامعه عين شمس، وانا اصلا مش قريب من القاهره وكده، فاتجهت ان انا ادرس البرمجه بشكل خاص لوحدي مع ان انا اخد اي كليه وخلاص عشان يبقى اسمي شهاده جامعيه وكده يعني. فدخلت كليه تجاره ومعاها درست البرمجه واشتغلت فيها. تمام جدا، احكي لي بقى ايه الحاجات او ايه السبب اللي معظم الناس او مش كل الناس لما بتخش في مجال البرمجة بتمشي فيه للآخر وتتعلم وتوصل ان هي تلاقي وظيفة، او حتى تكمل للآخر تعليم وفي الآخر برضو ما تلاقيش وظيفة؟ بص، انا شايف ان النقطة دي يعني ليها كذا سبب، بس يعني من اهم الاسباب برضو ان احنا مش شبه بعض، يعني كل واحد له صفات مختلفة عن التاني، في ناس انطوائية وفي ناس اجتماعية، فالاجتماعي ده يفضل ان هو ينزل ياخد كورس مع ناس، مع جروب يقدر يتفاعل معاهم، يقدر ان هم يعني يشاركوا خبرات بعض وكده. اما الانطوائي يعني ده بيبقى بالنسبه له اريح ان هو يتعلم لوحده او ياخد كورس اونلاين، لان ده بيخليه مركز اكتر وما عندوش النوع من انواع اللي هو الخوف الاجتماعي ده، ان هو يبقى في وسط جروب، فده يعمل عليه ضغط ان هو ما يفهمش ويضطر ان هو يروح يعيد السيشن مع نفسه يشوفها مثلا كمسجله او كده يعني. يعني انت شايف ان اول مشكله ممكن تكون السبب في موضوع عدم الاستمراريه ان الناس مختلفين عن بعض، فممكن واحد يروح كورس وهو مش مناسب ليه ان هو يتعلم في كورس، ممكن واحد يذاكر مع نفسه فيكسل فمش مناسب ليه ان هو يذاكر مع نفسه، دي اول سبب يعني عندك؟ انت في الاول لازم تعرف نفسك، انت لازم تعرف نفسك انت طريقه تفكيرك عامله ازاي وبتتعلم بطريقه عامله ازاي. يعني انت بص كده لتراك حياتك من وانت صغير، انت كنت بتذاكر ازاي في المدرسه، بتذاكر ازاي في الجامعه، تقريبا هي نفس الطريقه اللي هتقدر تتعلم بيها مع نفسك، مع ان انت بقى ايه تزود بقى شويه حاجات في الالتزام، ان انت تظبط وقتك، الحاجات دي. طب بقى ايه، نروح للمشكلة التانية اللي ممكن تكون سبب. لو واحد عنده مشكلة في الاستمرارية نفسها، مش شرط المذاكرة بتاعت البرمجة، مش عارف يستمر ومش عارف يضغط على نفسه ان هو يقعد وقت معين من اليوم يقول انا هخصصه في التعلم، او بشكل خاص في الحالة بتاعتنا في الفيديو دوت تعلم البرمجة، ايه السبب في كده؟ بص، هو كلنا ايام الدراسة كنا بنقول ايه، احنا هنعمل جدول ونلتزم بيه، وكلنا بنحط الجدول في الدرج ومحدش بيلتزم بحاجه. دي المشكله، ان في ناس بطبعها روتينيه، هم بيقدروا ان هم يحطوا خطه ويلتزموا بيها، والخطه دي طبعا بيبقى فيها تنفيذ روتيني، بيبقى فيه حاجات تاسكات المفروض ان انت بتعملها كل يوم، حاجات معينه بتعملها في يومك تملى اوقات فراغك، الكلام ده هو متعود على كده، هو يعني المايند سيت بتاعه ماشيه بالطريقه دي. وفي ناس تانية لا، هو اللي يجي في اليوم وخلاص، اهو دي الطريقه اللي بتضيع الوقت، دي الطريقه اللي بتخلي البني ادم مش عارف ينظم وقته. هو لازم يحط لنفسه هدف، والهدف ده مثلا ان هو يذاكر مده معينه كل يوم، ولتكن مثلا نص ساعه كل يوم، والنص ساعه دي يعملها اول حاجه في يومه قبل اي حاجه. لو هو مثلا وراه شغل والشغل ده بيخلص مثلا من 9 ل 5، والشغل ده بيخلص الساعه 5، يبقى اول ما يروح يظبط نفسه كده ويبدا ان هو يذاكر الحاجه دي اول حاجه برضه، ما ياخرهاش، ما يستناش، ما يقولش اصل انا طب انا هعمل حاجه وبعد كده ارجع لها. لازم تخلي الحاجه المهمه في حياتك او الحاجه اللي انت عاوز توصل لها هي الاولويه. وطبعا مش هينفع ان انت تركن الشغل خالص، لان هو ده مصدر دخلك يعني، فانت بتحط الحاجه كاولويه وتحط لها مينيمم وقت، مينيمم قدرت تزود عنه
خير وبركة، ما قدرتش يبقى انت عملت المينيمم بتاع النهاردة فقدرت ان انت تنجز حاجة يعني. طب لو مثلا الشخص دوت ملتزم وكل حاجة وعنده كل درجات ضبط النفس الممكنة، بس المشكلة ان هو مشغول جدا لدرجة ان هو ما عندوش وقت يحطه في البرمجة، فبيضطر ان هو يأجل موضوع البرمجة لحد لما يتركن تحت الترابيزة ويجي عليه التراب، ده تقول له ايه؟ طيب هو بيتهيألي مفيش حد ما عندوش وقت فاضي، حتى الناس أكتر ناس مشغولة في الكوكب عندهم وقت فاضي يقدروا إنهم يعملوا فيه حاجة، بس الفكرة في إيه بقى؟ أنت بتملى وقت فراغك بإيه؟ أنت شوف إيه العادات اللي أنت بتعملها، مثلا أنت بتقعد على السوشيال ميديا، بتنزل مثلا على القهوة تقعد مع أصحابك، الكلام ده. شوف العادات اللي أنت بتعملها وبتاخد منك وقت وقلل منها وخليها بعد الوقت اللي إحنا اتكلمنا عنه إن أنت حطيته كمينيمم تذاكر فيه في اليوم، تشتغل فيه في اليوم. ولو لقيت ان انت ما انتش برضو بعد برضو عملت كده وما انتش قادر تلتزم، يعني يبقى انت بالنسبه لك الوقت اللي انت حطيته ده انت حطيت وقت زياده عن اللزوم بالنسبه لك، فانت قلل المينيمم بتاعك، بدل مثلا انت بتقول نص ساعه خليها تلت ساعه كل يوم. وعلى فكره مفيش حد بيذاكر تلت ساعه، ومجرد ان انت ما بتفتح في المذاكره تلاقي نفسك اندمجت ودخلت في المود وكملت اكتر من تلت ساعه يعني. فانت بالنسبه لك ذاكرت التلت ساعه، لو ضمير ارتاح عملت اللي عليا خلاص في اليوم ده. فانت حاول ان انت تشوف ايه اللي بيضيع وقتك وتقلله، مع ان انت تقدر فعلا انت مقدرتك قد ايه كل يوم كمينيمم تذاكره. تمام. الشخص بقى اللي هو العكس، اللي هو عنده وقت وبيستعبط، عنده وقت كتير فاضي وبيقضيه في الفارغ والمليان، ويلا نخرج مع صحابه، يلا نخرج، مفيش اولويات، مقضي حياته بالطول وبالعرض، ده تقول له ايه عشان يلتزم؟ عشان في ناس كتير كده وانا كنت واحد منهم بصراحة. والله انا شايف انت عاوز تحقق ايه، ما هو انت بتتنازل عن حاجة قصاد حاجة. انت لو انت هدفك ان انت مثلا تتعلم برمجة عشان عاوز تمشي في المجال ده ويبقى كاريرك وتقدر من خلاله تاخد فلوس، تقدر تاخد المميزات اللي انت بتسمع عنها دي كلها، اي نعم يعني هو في حاجات بتبقى اوفر ريتد قوي في الكلام وكده، ان فيلا وعربيه وشاليه على البحر والكلام ده، بس ايه، خلينا نقول ان في الطبيعي يبقى انت عندك وظيفه محترمه، مطلوب في سوق العمل، قادر ان انت تمشي حياتك بشكل طبيعي. لو انت هدفك ده وفي نفس الوقت مش هاين عليك ان انت تضحي بشويه من الحياه الاجتماعيه بتاعك، فانت لا، محتاج انت تراجع اولوياتك وتراجع نفسك، تراجع طريقه تفكيرك مودياك في داهيه، ولازم انت تقف مع نفسك وقفه جد كده. هو المشكلة ان هو مش بس حياته الاجتماعية، كده كده الحياة الاجتماعية مهمة، بس هو ممكن يبقى تلاقيه قاعد بيبص للسقف، قاعد ماسك موبايله وما بيعملش اي حاجة، معاه بلاي ستيشن مثلا، قاعد بيلعب جيمنج، واهم حاجة في الحياة عنده ان هو ليفله يعلى في اللعبة، لكن مش مهم ان انا اكمل الكورس اللي ورايا عشان اشتغل واتعلم وابقى في مكان احسن بعد كده على الاقل، او هو ده اللي هو نفسه فيه. يعني مش عايز اقول كلمة وحشة، بس هي يعني الناس عارفينها، يعني بيعملها، فاهم انت قصدي؟ طيب هو ممكن تشوف الاسباب اللي حوالين الموضوع، يعني انت لو انت شايف ان انت كعقليا انت ما انتش قادر تستغنى عن حاجه معينه او مش قادر تظبط نفسك في حاجه معينه، لازم يبقى عندك كنترول شويه مع نفسك يعني ما تبقاش انت سايب نفسك قوي لدرجه ان العادات السيئه دي تاكل من وقتك من غير ما انت تاخد بالك انت بتعمل ايه. اتمنى الناس توصل لها الحته ديت، لان الحته دي مهمه جدا. انا مش بتكلم عن الجيمنج بس هو انك انت تسيطر على نفسك ديت هي فعلا بدايه الطريق انك انت تتغير. مش هتتغير الا لما تغير الحاجه اللي فيك مش مخليك تتغير. مش عارف مفهومه ولا لا، بس ده اللي اقصده. يعني اللي هو انا مثلا كل يوم كنت متعود اقوم افتح البلاي ستيشن العب، بعد كده غيرت نفسي، هقوم افتح الكمبيوتر، هخلص سيكشن معين من الكورس، هو ده هدفي بتاع النهارده، بعد كده خلصت الدنيا تمام، هطبق عليه طبعا، اخش اعمل اللي انا عايزه. فهي اولويات، انت لو حددت اولوياتك مظبوط الدنيا هتبقى احسن من كده بكتير معاك، وهتحس انك بتنجز، لان شعور الانجاز حلو جدا. هو انت لما بتلعب لعبه وبتخلص وبتلاقي اللي هو اليوم اتضرب، انت بتبقى ايه، قاعد اخر اليوم متضايق، ندمان انك انت ضيعت اليوم في حاجه ملهاش لازمه، وراك كم ما يتلم، سواء في الكليه، سواء وراك شغل، سواء كورسات اللي بتتعلمها. السؤال بقى اللي وراه، لو الواحد عمل اللي عليه، ظبط وقته، رجع من الشغل اللي اشتغل على طول على الحاجه اللي هو بيعملها، او مثلا اكل وظبط حاله، المهم يعني ظبط كل البيئه اللي حواليه، منع المغريات، وفي الاخر بدا يشتغل ويذاكر، اول 5 دقايق ماشي متحمس، بعد كده ولما يخش بقى في مود المذاكره يلاقي نفسه بيسرح، بيتوه، التركيز عنده معدوم خالص، ويلاقي نفسه فصل، او حتى فصل نص نص، بس بعد لما خلص مذاكره او خلص الحاجه اللي هو بيعملها طلع من الكورس اللي هو فيه، انا مش فاكر حاجه، انا ايه اللي انا اخدته ده،
ويرجع تاني يوم يعيد تاني ويحصل له نفس مشكلة التركيز، تقول له ايه دوت او يحل المشكلة دي ازاي؟ طيب هو انت بالنسبة لك انت عملت اللي عليك في حتة ان انت ايه اجبرت نفسك ان انت تذاكر، ودي حاجة تحسب لك والحمد لله. دي بداية كويسة، بس الموضوع مش بس كده، الموضوع ان انت لازم تهيئ نفسك ان انت تذاكر. يعني ايه؟ انت عندك جسم وبيحتاج حاجات، بيحتاج ان انت تكون نايم كويس، بيحتاج ان انت تكون واكل كويس، بيحتاج ان انت تكون مش متعصب، بيحتاج ان انت تكون ما عندكش مشاكل. فانت على الاقل تنام كل يوم مثلا 8 ساعات، تنام وتنام، تحاول تخلي النوم في مواعيد محددة، ما يبقاش انت مثلا ايه بتنام 3 ساعات 3 ساعات كده، وبعد كده ساعتين مش عارف امتى، وبعد كده ساعة امتى. النهارده انا هنام الساعة 12 بالليل، بكرة هنام الساعة 5 الفجر، مش عارف ايه. ما يبقاش انت النوم بتاعك بايظ، النوم بتاعك بايظ ده بيضيع التركيز يعني بشكل ما انتش متخيله. واحنا شغلانتنا كلها تركيز. بالظبط. يعني انا عشان اتعلم في الاول واواظب على كمية ساعات كبيرة خلال يومي ان انا اتعلم فيها، انا كنت يعني كنت بفحت الموضوع، يعني كنت حرفيا بنام في اليوم على الاقل خالص 10 ساعات، 10 ساعات نايم. ليه؟ لان انا حاسس ان انا جعان نوم، مش قادر، يعني مخي وصل لدرجة ان انا ارهقته في المذاكرة فخلاص مش قادر. فهو 10 ساعات على الاقل، وكنت ساعات بزود عن كده. وبالنسبه برضو لموضوع الاكل ده، وجبات معينه خلال اليوم، يعني انت مثلا بتاكل 3 وجبات في اليوم، في ناس بتاكل 2 وفي ناس بتاكل 3، على حسب الكميه وعلى حسب هو مظبط حياته ازاي. يبقى انت بتحدد مواعيدها برضو، ما تسيبش الموضوع عشوائي، تحاول تظبط الوجبات بتاعتك. دي حاجه برضو بتساعد، بتخلي جسمك لما بيتظبط اوتوماتيك في حاجات تانية بتتظبط، تركيزك ده بيتظبط، نفسيتك ذات نفسها بتتحسن. نقطه تانية برضو، البيئه اللي حواليك تبقى مهيئه للمذاكره. يعني ما ينفعش مثلا يبقى في خناقات في البيت بره وانت مثلا متضايق مع مش عارف مين، واخوك مزعلك عشان كسر لك المش عارف ايه، وكل شويه تزعقوا مع بعض والكلام ده، وانت عايز تسيب كل ده وتقعد تذاكر في نفس المكان اللي ممكن اي حد يخش يقطعك او يرخم عليك او الكلام ده. لا، ما ينفعش. انت يفضل ان انت لو انت مش عارف تحل المشاكل دي في وقت لحظي، انزل شوف اي ورك سبيس اقعد فيه مثلا ساعة او ساعتين، في كتير قوي يعني مفيش مدينة ما تقريبا ما فيهاش ورك سبيس، او يا عم يكون في كافيه هادي مثلا لو انت هتروح بالنهار او كده، تروح تقعد تذاكر الحاجات اللي انت المفروض تذاكرها، بعد كده تروح بقى لحياتك تكمل عادي حياتك يعني. طب لو نفترض ان احنا هيئنا كل الجو دوت، قفلنا كل الثغرات، التركيز، الوقت، كل الحاجات دي اتظبطناها، هل في فرصة برضو ان الواحد ما يكملش ويفشل بعد كل التظبيط دوت؟ والله هو بنسبة كبيرة ممكن يفشل، بس هيكون الفشل وقتها بسبب طريقة التعلم نفسها. في طريقتين موجودين دلوقتي قدامنا، وهو التعلم الذاتي وان انت تروح لحد يعلمك، تاخد كورس يعني. فانا بسألك انت تفضل ايه في الطريقتين؟ انا بالنسبة لي على حسب الحاجة اللي انا بتعلمها، يعني مثلا انا وانا بتعلم اللغة الألمانية دايما بقول وبكرر على الناس اتعلمه في كورس، لانك انت اللي هتاخده في الكورس غير خالص اللي هتاخده لما تذاكر اونلاين وما يبقاش فيه فيدباك جاي لك. لكن لو بتعلم برمجة مثلا او بتعلم حاجة ممكن امشي فيها تعليم ذاتي، المونتاج مثلا بتاع الفيديوهات، احب ان انا اتعلم من كورس، بس في نفس الوقت اطلع من الكورس دوت منتج، المنتج دوت يروح لحد احسن مني او يروح لمدرس يصححه لي ايا كان ايه هو، ويديني فيدباك اقدر اكمل فيه. فهو على حسب الكورس، بس لو اتوفر في الحالتين الكورس اللي هو في واحد بيعلمني او بتواصل معاه بشكل مباشر، خلينا نقول لان في فيديوهات طبعا مجرد واحد بيتكلم وانت بتطبق وراه وخلاص، فانا هفضل الكورس بشكل كبير جدا. انا عن نفسي خلال الفتره اللي فاتت في حاجات كتير اتعلمتها بشكل ذاتي، وعايز اقول لك ان الموضوع مرهق جدا. يعني انا كنت اتعلمت بشكل ذاتي لان انا كنت مجبر على ده شويه بقى، يعني ايه ظروف ماديه على ظروف اجتماعيه وحاجات كده، فخلتني ان انا ما فيش قدامي طريق غير ان انا اتعلم بشكل ذاتي. بس في بعض الحاجات خدت فيها كورس، وعايز اقول لك ان الكورس وفر عليا كتير. فلو انت لقيت كورس والكورس ده كويس فعلا وحاجه كويسه، انا عن نفسي بفضل ان لا، انا مش غاوي فرهضه يعني، اختار الكورس. طب انا اختار ان اسهل على نفسي يعني. في معظم الحاجات ولا كل الحاجات؟ في حاجات مش مستاهله، بس البرمجه مش منهم يعني، البرمجه تقيله يعني. في حاجات خفيفه انت ممكن تتعلم، مثلا ان انت تعدل على الصوره بتاعك، تظبط الالوان، تظبط الكلام ده، ممكن تتعلم ده في فيديو على اليوتيوب. بس لا، انت احنا بنتكلم في مجال البرمجه بكل التفاصيل اللي فيه، لا الموضوع مش بالسهوله دي يعني. طب خلينا نقول ان احنا متفقين على الكورس، لو انا هاخد كورس وهدفع فيه فلوس، الفلوس دي انا شقيت فيها وتعبت فيها،
اعرف منين بما انك انت بتدي كورسات ودايس في السوق الى حد ما ان الكورس ده كويس ادوس فيه او ما ادوسش فيه؟ ايه اللي يقول لي اه الحتة دي هي ده هو ده الكورس اللي انا محتاجه؟ ايه اللي يقول لي لا خلي بالك الكورس ده ابعد عنه مش ده الكورس بتاعك خالص؟ بص يا سيدي، في كذا نقطة. لو توافر معظمهم، مش لازم كلهم، لو توافر معظمهم في الكورس اللي انت رايح تشترك فيه ده يبقى الكورس ده كويس. أول نقطة هو إمكانية حضور الكورس لايف، سواء انت حاضر في المكان أو سواء انت بتحضر مع المحاضر أونلاين لايف برضه، لأن انت في خلال المحاضرة لو احتجت ان انت توقف المحاضر وتسأله عن حاجة فيقدر ان هو يجاوبك أو يشرحها لك بطريقة تانية، فدي بتدي فاليو للكورس أكتر من الكورسات المسجلة فقط يعني. تاني نقطة ان اللايف ده ما يكونش بالطريقة القديمة ان هو جاي يرصلك معلومات وخلاص قايم على التلقين يعني، دي الطريقة القديمة. ما يكونش يعني زي كده ايه في المدرسة حصة المدرس بيخش يرمي الكلام على السبورة يلا اكتبوا ورايا هوب خلصنا الدرس امشي، ده اللي انت تقصده؟ بالظبط. اه يعني انت فرقت ايه بقى عن ان انت رحت شفت فيديو؟ ما هو برضو اللايف ده لازم يكون يعني تفاعلي بينك وبين المدرس، يشاركك معاه المعلومة، يحاول يعرض عليك تساؤل معين وانت تحاول تفكر فيه، فدي حاجة انا شايفها لو توفرت دي حاجة ممتازة يعني. ثالث نقطة ان يكون في امكانية ان انت تاخد المحاضرات اللي انت بتحضرها دي مسجلة، وده برضو بيخلي الناس اللي مشغولة في الميعاد بتاع الكورس يعني، مثلا هو بيبقى في مثلا ميعادين او ثلاثة في الاسبوع، في ميعاد منهم طاير بسبب ان وراه شغل او حاجة زي كده، فيقدر ياخد المحاضرة مسجلة ويشوفها مع نفسه ويقدر يعني ايه يواكب مع الكورس، ما يبقاش هو انقطع تماما يعني. رابع نقطة انه طبعا يعني الكود اللي بيتكتب في المحاضرة، انا هتكلم عن كورسات البرمجة اكيد، الكود اللي بيتكتب في المحاضرة يكون متواجد معاك، وده يعني تقريبا اغلب الناس بتعمله يعني، مفيش حد بيحجب عنك الكود ولا حاجة يعني. خامس نقطة ودي انا شايفها مهمة شوية، ان يكون في تكليفات بعد كل محاضرة. المحاضرة اللي انت بتحضرها دي فيها شوية معلومات معينة، فيكون في بعد كل محاضرة تطبيق انت تعمله مع نفسك، التطبيق ده يخليك تراجع او يخليك تستخدم المعلومات اللي انت خدتها في المحاضرة دي. بيكون في برضو تكليفات مركبة ان هو بتستخدم المعلومات اللي خدتها في المحاضرة مع المعلومات السابقة يعني، فكل مرة التكليف بيبقى اصعب على حسب انت خدت كمية من المعلومات عاملة ازاي، ده بيخليك اللي انت خدته تطبق عليه بايدك فما تنساهوش. طب افرض مثلا واحد اخد التكليف دوت مبقاش مش عارف يحل ولا عارف يعمل حاجة، ايه اللي ممكن يعمله؟ يتواصل مع المدرس، يكلمه بطريقة معينة، في تواصل مثلا يكون في الكورس؟ انا شايف ان دي حاجة مهمة جدا، ايه رأيك في الحتة دي؟ لو في تواصل، وخلينا نقول ان دي سادس نقطة يعني، لو في تواصل بينك وبين المدرس مباشر دي حاجة ممتازة، بحيث ان هو يقدر يصحح لك المعلومة اللي عندك، يقدر ان هو يقول لك طيب في بداية المحاضرة اللي جاية هبدأ اراجع الناس اللي عندها مشاكل نبدأ نحلها، او يخصص محاضرة معينة لحل المشاكل بتاع الناس بس. فالفيدباك ده مهم جدا وبيخلي الطالب مواكب معاه من غير ما يقع منه. سبع نقطة ان الكورس يكون بيركز على الحاجات اللي انت فعلا هتحتاجها في سوق العمل يعني، مش بيشرح لك كل حاجة. مفيش أسهل من إن أنا أدخل كمحاضر أقوم جاي مثلا جايب الدوكيومنتيشن بتاع لغة البرمجة فاتحه جنب مني، يلا يا جماعة إحنا نبدأ نتعلم، واحد كذا اتنين كذا تلاتة كذا أربعة كذا، وأديك كل المعلومات اللي موجودة، أقعد بقى في الجافا سكريبت مثلا 6 شهور ولا حاجة، وأقعد في مش عارف إيه كذا، وأقعد في مش عارف إيه كذا، وأديك كل المعلومات وبعد كده أسيبك مع نفسك ذاكر طبق، مفيش اسهل من كده. وبعد كل دوت يقول لك الكورس بقى ايه مدته 6 7 شهور، فانت لازم تدفع الكورس، تدفع المبلغ المحترم. ليه؟ لان هو هيمد في الكورس، فلما هيمد لك في الكورس الراجل تعب بيشتغل فادفع، وانت بتدفع وفي الاخر بتدخل من هنا وتطلع من هنا. دي عن تجربه حاجه مهمه جدا، ان انت لازم تاخد الحاجه اللي انت فعلا محتاجها. وبعد كده ممكن احمد كمان يضيف الحته ديت، انك انت تتعلم الحاجه اللي ناقصاك او الحاجه اللي هي ما بتظهرش كتير قوي، اللي هي زي ما بتقول نادره في الكود بتاعنا، ودي حاجات كتير في لغات البرمجه. تعرف تروح تجيبها منين؟ تروح تدور عليها فين؟ المحاضر لازم يعلمك ازاي تدور عليها كمان، ده مهم جدا، واصلا اهم مهاره عندنا كمبرمجين ان احنا نعرف ندور على الحل. انت كده كده قاعد بتشتغل ومعاك النت، النت دوت لو انت بتعرف تبحث عن حاجه بشكل معين بشكل صحيح تقدر تحل اي مشكله في البرمجه تقريبا، ولا ايه رايك يا احمد؟ بالظبط بالظبط. المحاضر المميز هو اللي بيقدر يدي للناس فعلا الحاجات اللي محتاجينها في المرحله بتاعهم يعني، ما يبقاش واحد لسه بادئ من الصفر واديله حاجه متقدمه وكمان نادره الاستخدام واقول له ايه
شوف بقى انا بديك التريكات ازاي. لا دي مش التريكات، انت كده او مثلا زي المدرس بتاع زمان اللي يقول لك انا المذكره بتاعي ما بيخرجش عنها الامتحان، فتلاقي المذكره 7000 ورقه. طب لازم ده لو خرج يبقى مشكله. فالصح ان انت كراجل فريش جونيور فانت تكون عارف معلومات معينه، ودي المعلومات المهمه. تامن نقطه ان الكورس يكون عملي، ما يبقاش مجرد ان هو بيشرح معلومات نظريه. ولو شرحت معلومه نظريه المفروض ان انا اطبق عليها بشكل عملي عشان يوصل للناس استخدامها فعلا على ارض الواقع. ايه تاسع نقطة، ودي يعتبر نقطة مهمة برضو، ان المحاضر ده يكون شغال فعلا في سوق العمل، ما يكونش هو مجرد محاضر بس. ده لان المجال كل شوية بيتطور، في حاجات معينة بنستخدمها على ارض الواقع وفي حاجات لأ. فلما يكون هو فعلا لامس سوق العمل هيقدر يوصلك، ان هو يخليك بدل ما انت راجل متعلم شوية حاجات وخلاص، لا انت هتبقى كأنه كان بيدربك عنده في الشركة مثلا، وبقيت انت مؤهل ان انت تشتغل تحت منه في الشركة مثلا كفريش جونيور او حاجة زي كده. فدي حاجة مهمة وبتفرق. تمام جدا يا ابو احمد، شكرا انك شاركتنا الفيديو دوت. بس حابب اقول حاجه قبل ما نختم الفيديو، ان احمد بيعمل كورسات حاليا في 3 مستويات في برمجه الويب، بالتحديد الفرونت اند او الفول ستاك، صح يا احمد؟ هو انا بدي كورسات فرونت اند وبرضه باك اند، حاليا مركز على الفرونت اند في الفتره الحاليه، ومقسمه ل3 كورسات، فرونت اند بيزك وانترميديت وادفانس. عايز اقول لكم على فكره، مش عشان ابو حميد موجود معانا، بس الكورسات بتاعته حلوه لدرجه ان انا واثق فيه ومخلي زوجتي تاخد كورس معاه. فلو حد منكم حابب يشترك معاه ياخد الكورس معاه باي شكل، هحط لكم كل المعلومات بتاعته تحت اللي ممكن تتواصلوا بيها، سواء لينكد ان سواء فيسبوك، ممكن احط لكم رقم تليفونه كمان لو عايزين تتواصلوا معاه بشكل مباشر وتحجزوا معاه الكورس. لان هو كورساته مش زي الكورسات اللي هي بال50 و60 ألف واحد والكلام دوت، لا هو بياخد 10 20 واحد بالكتير قوي، علشان فعلا يعلمهم ويفيدهم ويطلعوا من تحت ايده يقدروا يشتغلوا. واي حد منكم، خصوصا الناس اللي هي حاسه ان هي مش عندها دفع القوي ان هي تلتزم تذاكر لوحدها، تروح له هيخليهم يتعلموا بالعافيه وعلى ضمانتي. يعني بص هيديكوا ورقك كده، ده سينيور فعارف بيشغل الناس تحتيه ازاي وبيظبطهم. عايز تقول حاجه يا احمد ولا تمام؟ عايز اقول ان اي حد هيجي يقول لي ان انا تبع طنطاوي هدي له خصم كويس ان شاء الله على الكورس يعني. بس كده، هو ده فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. ولو عجبكم في السلسله ديت، ممكن استضيف احمد تاني في فيديوهات تانيه، مثلا يكلمنا ازاي الواحد يقدم في سوق العمل، ازاي يجيب شغلانه، الكلام ده كله. اكتبوا لي برده في الكومنتات اذا كنتم عايزين الفيديو ده. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله قريب. سلام.